على ذكر الإعلاميين اللي رافقوا واقعة الطبخ، هنالك حملة إعلامية سبقت الواقعة وأثناء الواقعة وما بعد الواقعة، وفي معسكرين، معسكر الحسين عليه السلام والمعسكر الآخر معسكر المضاد. من هم في رأيك أبرز الأسماء المشتغلة في المشهد الإعلامي في المعسكرين، وأين مناطق القوة والضعف فيهما؟ يبدو هذا السؤال كثير سؤال كثير إعلامي، يعني بمعنى أنه السؤال مؤتمري، السؤال حكي، السؤال واحد بده يقطع وقت، بده يقطع وقت وياخذ ويعطي ويذكر أصحاب الحسين من هم، ويذكر أصحاب عمر عمرو بن سعد وعمر بن سعد من هم وماذا جرى وماذا جرى، ويقيم ويحط، وبالتالي عفوك، وبالتالي يصرف النظر عن الموضوع. عندما أتحدث عن فلان وفلان وفلان كيف كانوا عم بيضحكوا لما الحسين عم بيصلي، قالوا لك هذا وقت مقام برير وصاحبه، قالوا لك هذا وقت ضحك، وقت جد، هذا وقت صلاة، قالوا لك عم بضحك لأنه أنا بعد قليل سأذهب إلى الجنة وألتقي الحور المخصصة لي. هذا الكلام، هل حديث أصحاب الحسين أو أنصار الحسين كما في عنوان كتاب لأخونا وحبيبنا رحمة الله عليه العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين، له كتاب اسمه أنصار الحسين، أقول هذه الأمور ممتعة لناس لهم بدون يعبوا فضائية، بدون يعبوا وقت مؤتمر، بدون يلتقوا بأصحابهم في مؤتمر، لكن في الجد الجديد، في التدميج الجديد للقضية، ينبغي أن يسلط الضوء كله على بطل القضية الذي هو الحسين، على بطلة كربلاء التي هي زينب، على بطل الإعلام المستمر الذي هو زين العابدين. هؤلاء هم إعلامي القضية، هو فلاسفة القضية وبقاء القضية. يعني القضية بدون حسين، بدون زينب، بدون زين العابدين لا معنى لها. مين مكان أنصار الحسين بعد ذلك؟ كلام لا معنى له إذا لم يكن قطب الأقطاب الحسين وزينب وزين العابدين. فإذا الفكرة بدي اختم لك يعني بالما قبل. الما قبل، لماذا هاجر النبي جد الحسين؟ والآن ما الذي جاء بالحسين إلى العراق؟ ليه؟ ما هو ليس هنا، جاء، هو ولد في المدينة، لماذا لا يبقى في المدينة؟ لماذا لا يبقى في مكة؟ هو حجازي. قل لي إيه نسيان أنت جاذبية أهل العراق؟ لا، ما نسيان جاذبية أهل العراق في القديم وفي الحديث مستمرة، وليس عبثا اختار الإمام علي الكوفة مركزا وعاصمة للإسلام، كمان ليس عبثا ولا هكذا، هذا في علم الباطن، وليس عبثا أن الحسين اختار كربلاء أو الطف مكانا له يستمر به. وفي يعني الإعلام، الإعلام من المدينة إلى مكة إلى الكربلاء قضية طويلة. إذا واحد قرأ كتاب في تاريخ مسيرة الحسين يرى كم بذل جهودا إعلامية وكم بذلت معه جهود إعلامية في مكة لتصده عن العراق، عن المجيء إلى العراق. عبد الله بن عباس بذل جهدا يعني حثيثا، إنه دخيلك عمي، ابن عمي فلان كذا، عبد الله بن عمر فعل نفس الفعل، الجن يقولون الجن المؤمنين في الكلام باعتبار الرسالة كتاب الحق من عند الحق للإنس وللجن، لأنه رحمة للعالمين وعالم الجن من العالمين للملائكة وعالم الملائكة، الملائكة بيعاونوا في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، يعني بيعاونون للأنبياء. الآن أقول لماذا إذن جاء الحسين إلى العراق؟ لأنه يطبق سنة جده في هذا الكلام. ألم يذهب جده من مكة إلى المدينة؟ نعم. العراق والحجاز يعني حجمان من المساحة الجغرافية في عالم الإسلام، في عالم الله، في أرض الله. إذا اقتضى الأمر الذي اقتضى أن يهجر جده مكة إلى المدينة، أن يهجر المدينة إلى كربلاء
فليكن وهكذا فعل. لكن باطن المسألة بالكتاب الحق الذي جاء من عند الحق. كتاب الحق يخبرنا بترتيب سور النزول أنه في السورة 86 آخر سورة نزلت في مكة اسمها هكذا عند كل اللي بيعرفوا القرآن سورة المطففين. المطففون من هم؟ المطففون قوم يعني ليسوا بالعدل، يأخذون من الآخرين ما ليس لهم ويعطون الآخرين أقل مما لهم، ولذلك قيل عنهم المطففون. ليش ختم القرآن المكي بسورة المطففين وماذا بها؟ ولماذا ختمت رحلة الحسين بالطف؟ وماذا ومن بالطف؟ من هم أبطال الطف من المعسكرين؟ من هم؟ قلنا أنه حسين ومحمد، كي تقريبا حسين مستنسخ أو نسخة من مسيرة محمد، من سيرة محمد. حسين يبلغ رسالة محمد. رسالة محمد هاجرت من مكة إلى المدينة. سورة المطففين الحدود بين مكة والمدينة في القرآن الكريم، ثم أتت بعد ذلك السور الباقية ابتداء من سورة 87 إلى سورة 114 من سورة البقرة إلى سورة النصر. في المطففين المحمدية ثلاث رتب، ثلاث وزارات إعلام، ثلاث مناطق إعلامية. منطقة اسمها منطقة إسماعيليون أو الجنة، وأهلها هم الأبرار. ومنطقة اسمها سجين أو جهنم أو الجحيم، وأهلها الفجار. إذن المناطق الفجارية والمناطق المنطقة الأبرارية. في بقعة من هذه البقاع لنقل مثل جبل الأعراف يطل على هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء يقال لهم باسم الإعلام القديم، على سميه ما تشاء أنت الآن، باسم الإعلام القديم هم المقربون. هذا في سورة المطففين. هي فئات التي أعلمنا بها، فئة الأبرار في عليين، والفجار في سجين في الجحيم، والمقربون في الملأ المطل على الجنة والنار، وهو أكبر من الجنة وأكبر من النار، وربما يكون هو المتعاون مع الذي لا يرى بتدبير الجنة والنار. نأتي إلى الطف. الطف يعني حتى باللغة، حتى بالصوت، طففة طف يعني طففة، بيجوز يكون فينا نربط بخطوط سرية، بخطوط واضحة أيضا، بين أبطال الطف وأبطال المطففين. هنالك مقربون وأبرار وفجار. هنا لازم نلاقي مين المقربين بالطف. سمعنا كتير كل أحاديث المسلمين بتكرر أنه الحسين والحسن سيدان إن قاما وإن قعدا. الحسن باعتبارنا الأيام بتخوم أو بضيافة الإمام الحسن. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إذن مفهوم شباب أهل الجنة أبرار، لكن سيدا شباب أهل الجنة مقربون. فإذن الحسين وصف الحسين هم رتبة المقربين. أصحاب الحسين الذين قدموا أنفسهم إعلاما عن ولائهم هم الأبرار. والمعسكر الثاني
المعسكر الآخر بالتأكيد وفق القرآن هم أهل سجين وهم الفجار.